اقترن اسمه بمكافحة الفساد. ظهوره الإعلامي ارتبط بدفاعه عن الجزائر في المحافل الدولية، حتى ظهوره في الحراك المبارك كان ضد مافيا الرياضة. إنه مراد مزار، شخصية رياضية جزائرية عرفت بالتواضع مع الناس وبالصرامة مع العمل. دفاعه عن المصالح الرياضية العليا للجزائر وصف بالشرس في جميع المناسبات القارية والدولية وعلى كبريات المحطات الإعلامية العالمية. أنا مستغرب لماذا يعني البي بي سي ركزت يعني هذا التحقيق على بلد، يعني بلد واحد، يعني كمثال. تمنيت لو يعني اليوم نتكلم، لا لحظة لحظة لحظة، لا، ولكن هناك بلدان سواء في إفريقيا أو في البلدان العربية يعني بكل صراحة يحدث فيها أشياء، وأنا أؤكد لك ويعني أدعوك للمجيء إلى المقر أو نلتقي إذا يعني في أي وقت، وراح يعني تشوف الملفات او القضايا اللي عندنا، هي اكثر واخطر مما يحدث في الجزائر. هذه النقطه الاولى. مراد مزار الشخصيه الرياضيه الاقوى التي شرفت الجزائر في المحافل الدوليه. مزار لا تفوته فرصه الا واشاد بجهود الجزائر لترقيه الرياضه. والله بكل صراحه هذا شرف لي شخصيا، شرف للاتحاد الدولي لمكافحه الفساد الرياضي، وخاصه شرف للجزائر لاني كنت الجزائري الوحيد الحاضر في هذا المؤتمر، وكنت ضيف الشرف يعني الرسمي والرئيسي، واغتنمت الفرصة يعني في تدخلاتي أو في لقاءاتي مع عدة مسؤولين، وخاصة على رأسهم الأمين العام للأنتربول، وإن اغتنمت الفرصة وزدت يعني تكلمت مرة أخرى على العمل اللي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري. مراد مزار من المؤمنين بقوة الجزائر وشبابها، وهذا ما عمق الخلاف بينه وبين محمد روراوة. قلت لك السيد رئيس الاتحادية المشكلة تاعه أنه يضع ثقة في أشخاص اللي ما همش المساواة وما يجيبوا له والو. من يعرف مزار قد يختزل أفكاره النبيلة في حبه وإيمانه بالشباب لحماية الرياضة. qui est beaucoup plus concerné et il est temps de travailler avec cette jeunesse, avec ces futures générations pour trouver les solutions qu'il faut pour protéger notre sport. ويعتبره بعض الخبراء على أنه رجل المرحلة، خاصة بعد حرمان الجزائر من مونديال العرب وفشل الفاف في الدفاع عن حقوق محاربي الصحراء المهضومة إلى حد الآن. أهم منابع العنف هي الرشوة، وخاصة تبييض الأموال داخل الهيئات الرياضية والفرق الرياضية بالتواطؤ مع لاعبين، مدربين، حكام يعني رياضيين. مزار اليوم يستجيب لنداء الوطن ومستعد للتضحية بمنصبه كرئيس لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة ليقود الجزائر إلى بر الأمان ويصون حقوقها في المحافل الدولية.